اكيد يمكن اليوم من خلال شهر رمضان، اليوم احنا وصلنا سادس يوم من شهر رمضان، الناس الحين خلاص بلشت تركز على مسلسلات معينة، تشوف ردود افعالهم، انتقادات بعض الناس من خلال بعض المشاهد. بالضبط، دشت بالمود وعرفت القصص وقامت تشوف المشاهد تتعمق فيها بشكل جدا كبير. يمكن يكون في بعض من المسلسلات قد يكون عليها شوي، يعني مع العرض كان في قناة تلفزيون الكويت، في أحد القنوات الأخرى تشوف في بعض المسلسلات ممكن تكون في مشاهد مو موجودة، تشوفها موجودة في القنوات الخارجية لكن مو موجودة على تلفزيون الكويت، شو السبب؟ ليش؟ ما تدري. يمكن شفناها مع مسلسل آل ديسمبر، واحنا بصراحة ودنا نحن حلقة أمس، حلقة أمس مسلسل آل ديسمبر كان حلقة بالضبط. أمس تقريبا اللي قاعد نتكلم عنه في حلقة بعنوان القلطة، في أحد القنوات كان فيها مشاهد كاملة وفي أحد القنوات ما انقطعت المشاهد. هنشوف مع بعض. أعزائي المشاهدين، قبل الانتقال لأرضية الميدان نحب ناخذ كلمة من المتنافسين.